المقدس، أكيد هذا الملعب بهذا الشكل يبدو فعلا يستعد لليلة مختلفة يوم الاثنين القادم. أكيد أنت شخصيا وأنت في هذا المكان، يعني وش السيناريو اللي يدور في ذهنك؟ كيف تفكر في هذا الملعب؟ وإحنا في هذا المكان اللي لن يكون فيه مثل هذه الجلسة، سيكون ركض وسيكون بحث عن هدف وسيكون وصول إلى شباك، وصول إلى بطاقة ترشح. لا والله السيناريو انه يعني لعيبتنا ان شاء الله جاهزين، شايف، ونازلين على اساس انه يحققوا الفوز باذن الله. ولكن زي ما الجمهور قال، سواء جمهورين، انه الواحد بيقول احنا ابناء وطن واحد والمنافسه في الميدان، واكيد كل فينا حيحفز فريقه انه يكسب المباراه. مهندس، تخاف من ان المباراه الاولى الذهاب بحضور جمهور كبير، كل ما يمر الوقت الاتحاد ما يسجل يكون في ضغوطات على اللاعبين؟ لا لا ما تعني لك شيء. لا 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 ما تعني شيء، لانه من كل متابعاتي للمباريات سواء الاتحاد ولا غير الاتحاد، يعني انا اكون هذه الوضع الى اخر دقيقه، شايف، لما يمكن ازعل لو غلبت، وافرح لو اغلب، ولكن لن تؤثر يعني على اعصابي يغمى علي ولا هذا لن يكون الكلام ده. امير فهد، صعب الاستعداد لمباراه مثل هذه في نصف النهائي؟ والله خليني اقول اكون صادق معك بصراحه، نعم، الى اليوم والله العظيم انا داخل مباراه عاديه بالنسبه لي انا شخصيا، وهذا ما لمحته ايضا لله الحمد في على وجه اللاعبين. ما في شك انه شعورك في المباراه، يمكن الكابتن تو قال كلمه مهمه، انه ما يبدا هو يتحضر نفسيا الا بعد انتقاله من للملعب. الى الان ما في شك انه انت ما تلعب، يعني الآن التركيز كله ينصب على المباراة الأولى وكأن ما في مباراة ثانية. المباريات اللي زي كذا والمنافسة اللي زي كذا لابد أنك تكون مطلع على كل الاحتمالات. إيش احتمالاتك في المباراة الأولى؟ إيش الاحتمالات في المباراة الثانية؟ أنك تطلع كسبان هنا متعادل هناك أو العكس صحيح؟ فاحتمالاتها كثيرة، فلابد أنك تتعامل مع كل الاحتمالات المطروحة يوم المباراة. ما في، ارجع واقول ان المباراه جدا مهمه، يعني لا يمكن ان نسطح هذه المباراه ونقول انها مباراه خيريه ومباراه تكريم. صحيح، مباراه تؤهلك لنهائي كاس اسيا وتحقيق البطوله باذن الله يكون سعودي، فباذن الله الاستعداد النفسي والذهني هذا يعني هذا المهم الان في المرحله القادمه. كابتن حمزه، يمكن على هذا الحديث، ادارات الناديين عاده تلتزم شيء يسمونه الدبلوماسيه او تهيئه الامور بعيدا عن الضجيج، بس اللاعبين قد يختلف الوضع حينما تكون، يعني اكيد يطلعون على الاعلام، على وتحديدا الان يعني الاعلام الجديد ما ترك شيء. اكيد لا، شوف خلينا نكون اكثر صراحه، يعني هو في الاخير نحن صحيح ناديين وشوققة ومدينه واحده، لكن برضو انت مباراه اهلي واتحاد يعني ترفض الخساره. أكيد. في الفريقين. أكيد. يعني كل فريق ينظرها بغض النظر عن كاس اسيا، هي مباراه اتحاد واهلي، وهذا حلاوه الاتحاد والاهلي، وهذا حلاوه التنافس، هذا حلاوه الديربي على مستوى الفئات السنيه، يعني طبعا يعني مو بس، فدائما موجودين، يعني التنافس دائما موجود، وعدم عدم الرغبه في الهزيمه موجود، يعني فمباراه بالشكل هذا وفي نهائي كاس اسيا وحدث تاريخي، يعني صحيح. يعني على تاريخ الاتحاد والاهلي ما تقابلوا قبل نهائي، كنا نتمنى انه يكون حتى النهائي سعودي، لكن الهلال ما توفق، يعني فان شاء الله الفريق اللي حيتاهل يعني يعوضنا بالبطوله. المباراه مهما حاولوا يبسطوها ابدا ما حتكون بسيطه، حتى اللاعب داخل الملعب. وهذه منطقيه من الامير فهد صراحه، انه فعلا ما يمكن نقول والله هي مباراه عاديه وبتمر لا هي لا مباراه هي صعبه، هي مباراه قمه اسيا، حتى ما هي قمه دوري المملكه او دوري زين. صحيح، انت تلعب في قمه اسيا يعني. وهي بالمناسبه في نصف النهائي اقوى من المباراه الاخرى بندكيور ووسان. اي كمستوى فريقين هم الافضل الان، يعني الفائز منهم باذن الله مرشح كبير لتحقيق البطوله، فلا يمكن ان نسهل المباراه الى ان نجعلها مباراه تكريم، يعني لا. صحيح، المباراه حيكون فيها شد، حيكون فيها لعب رجولي في الملعب، هذا كله متوقع يعني. بس اللي يعني نرجع ناخذ الجانب الاخر، انها 90 دقيقه اليوم او يوم الاثنين، 90 دقيقة المباراة القادمة. صحيح، شوط وشوط بالضبط، شوط هنا وشوط هنا، وتنتهي المباراة زي يعني حنبارك للفائز وحنقول هارد لك للخسران. لكن اتفق مع الاخ حمزة انه المباراة حتكون مباراة تف، مباراة قوية، هذا شيء طبيعي يعني.
اللي ما نبغاه انها تنتقل الى المدرج. المدرج جاي يستمتع في مباراة جدا مهمة، فلهم الحق انهم يستمتعوا في المباراتين تنتهي في حدود هذه. لا، هذا 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 اللي نتمناه. اما داخل الملعب لا، حنشوف باذن الله حنشوف كرة جدا ممتازة تليق مستوى الكرة السعودية والفريقين، حيكون في منافسة شرسة. في نفس الوقت حتنتهي شراستها مع صافرة الحكم. صحيح. هذا اللي انا باذن الله متاكد منه ايضا. سمو الامير، هي اقوى مباراة لفريقك منذ ان بدات في الرئاسة، واصعب مرحلة توصل لها انت. ربما يعني والله الحمد، انا تقابلنا مع الاشقاء في نادي الاتحاد في نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين قبل موسمين وكسبناه. نعم. ايضا الموسم الماضي كان هناك منافسه شرسه على دوري زين بين الاشقاء في نادي الشباب الى اخر مباراه، لعبنا نهائي ايضا ضد فريق كبير ضد النصر. ما في شك انها التجارب كلها تعطيك يعني تطلع منها فائده، لكن شيء طبيعي انك تصل الى هالمرحله في اسيا فتتمنى تحقيق الانجاز الاكبر. الانجاز الاكبر هو الفوز باللقب. عشان افوز باللقب لازم اتخطى حاجز نادي الاتحاد. نعم اتمنى ومثل ما يتمنى ابو حامد. صحيح. وهذا حق مشروع لي او للمهندس ومحبين الناديين ايضا، وسنعمل باذن الله على كسب المباراه مثل ما يعملون الاشقاء في نادي الاتحاد على كسب المباراه. وما يعني اكيد انها تجربه جديده سواء لي انا حتى لابو حامد ان نصل الى هالمرحله. صحيح. وكل منا له عنده الطموح انه يحققها. وانتم في السياره جايين مع بعض، ما سالتوا كل واحد يسال الثاني عن استعداداته ولا؟ الا حاولت يعني، وكل واحد قام يعطي لي جواب ثاني يعني يحاول يغير الموضوع. من المصاب عندكم يقول والله بخير الحمد لله وموه على الكوره دخل جول. لا، وفي نقطه يعني يمكن انا لي اكثر من 10 سنين في نادي الاتحاد، في كل مباراه مع الاهلي يقول لك شوف في العماره في واحد بيصور التمرين. هذا متعودين عليه. صحيح. فكانه الفريقين غريبين عن بعض، مع انه الاتحاد والاهلي اعتقد انه ما يحتاجوا يدوروا معلومات عن بعض لانه الفريقين حمزة معروفين. في في, في 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 اكثر من كذا، انتم كلاعبين يكون في بينكم اتصال قبل المباراه بيوم، سواء لاعبين من الاهلي يكلموا لاعبين من الاتحاد او العكس. صحيح. صحيح. لا انا يوم المباراه ما ارد على احد. هذا انت، لكن عموما يعني في على زمن ترى الجوالات كانت بسيطه ترى. اي صحيح، ما لحق الجوالات يوم كان يلعب. لا عموما يعني هو صادق حمزه في نقطه انه تلصص على النادي وما ادري ايش، كلنا عارفين بعض يعني. الاهلي عارف الاتحاد والاتحاد عارف الاهلي. اخرجه لما كنا في القصيم. في القصيم نلعب ضد الرائد. الرائد، وكنا طبعا لعيبتنا ما تسجلوا، فتلعبنا بالصف الثاني. رحنا الاوتيل وجدنا اثنين من جوانجو صينيين جو اتفرجوا على المباراه وبياخذوا ملاحظاتهم. والله جيتوا في غير وقتكم، لانه اللي هذول اللي يلعبوا ودول راح يلعبوا في الثانيين. قالوا طيب احنا راح نجي جده نشوف مباراتكم على اتفاق، تشوفوا لنا اوتيل. حجزنا لهم اوتيل. جو الاثنين نفسهم. شو حجزتوا لهم مهندس انهم يجون؟ اخلاق هذا. جو لما نجو شوف ربنا ايش يريد، واحد فيهم نزل المسبح غرق مات. طبعا ما جو شافوا المباراه يعني احنا نوايانا كانت صافيه. يا اخي تعال شوف، احنا عارفين مين فريقكم. فريقكم فيه 8 اجانب، 4 برازيليين واثنين ارجنتينيين واثنين كوريين. بس هم المفروض ما يقولون لكم مهندس. كيف؟ لا احنا لا احنا لا شوف. لا هم المفروض يشوفون بدون احنا شوف. بس شفناهم في الاوتيل. بس ترى خالد هذه تصير حتى الفريق الايراني يعني. سبهان لما جينا نلعب معهم طلبوا مننا ان نرسل تاشيرات للمدرب مساعد المدرب عشان يشوف واستقبلناهم هنا وسكناهم وجو شافوا المباراه، ارسلنا لهم تذاكر المباراه. بس اكيد لعبتوا بتشكيله غير التشكيله. لا والله كانت المباراه في الدوري مباراه مهمه يعني. فبالعكس ما في ما كان يعني اصلا الان سواء انت سويتها ولا يعني خلصة افضل او يسوونها هم. صح. يعني او المباريات منقوله في الاخير يعني. صح. والغريب انه حتى لما احنا بعثنا مساعد المدرب الايران كانوا لاعبين في مدينة ثانية هم الفريق الإيراني، عشان يرجعوا لمدينتهم كان معهم طيارة خاصة، ولا لقينا حجز المساعد المدرب حقنا رجعوا معهم طيارتهم. رجعوا معهم. فيعني تحصل هذا جانب ممتاز. لا لا هي تحصل، ما بالك مثل ما قال حمزة في أبناء المدينة الواحدة. لا الاتحاد مخفي علينا ولا. صح. احنا مخفين على الاتحاد. صحيح. وهذا يعني. وهذا أمر. ودائما يا مهندس أنت يمكن قلت كلمة مهمة،
على موضوع انه بنكون واضحين مع الجميع. الشفافية ترى تبين الروح الرياضية. شايف؟ يعني انا لا اعتقد انه في نادي الاهلي في لؤم ولا عندنا في لؤم، شفافية كاملة زي ما قلنا. ترى زي ما قال سمو الامير حتكون شرسة في الملعب، وكل مين يتمنى انه فريقه، ولا نستهين بالمباراة نقول والله مباراة عادية كأي مباراة، لا مو صحيح. صحيح. حنكون يعني مشجعين لأقصى قمة في التشجيع. شايف؟ وبعدين لا تنسى دور المدربين. المدربين حيكون لهم دور كبير في التهيئة النفسية، في استخراج الأفضل من كل لاعب، في تحفيز اللاعب على ينزل إنه هو يكون نجم في المباراة أكيد. وكل مدرب عارف حتى يمكن الحياة الشخصية للعيبته. مهندس، أنتم أغلقتوا التدريبات في اليومين الماضية؟ أغلقناها أول ربع ساعة، الصحفيين يجوا يشوفوا كيف بيصير بعد كده يومياً هذا؟ إيوه. إلى تدريب بكرة؟ أعتقد بكرة مغلق 100%، لأنه على أساس بده يطلع بالتكتيك الملائم اللي رحنا فيه. بس اليوم كان ربع ساعة؟ ربع ساعة وبعدين الفريق. أمير فهد، أنتم على هذا الملعب يمكن يوم الخميس أعتقد؟ السبت. اليوم إيش؟ اليوم سبت. اليوم سبت الخميس. خميس. لأنه كان الأستاذ طارق كيال. إيه نعم، يوم الخميس. كان لكم تدريب على هذا. إيه، لأنه كان عندنا مباراة شباب الأهلي والهلال على ملعب النادي، فاضطرينا أن نتمرن هنا. وعادة متاح لأي فريق أنه يلعب؟ أعتقد إيه، الفريق الضيف له حق التمرير الأخير يكون على أرض الأستاذ. بس أنتم لا، إحنا حنكمل التمارين. لأنه ما هو غريب عليكم. لا لا لا. طيب، في المقابل حمزة دائما نتكلم حتى في الإعلام نقول إنه الاتحاد فريق عنده خبرة عالية في آسيا. توقع هذه المسألة لها أفضلية؟ أكيد أكيد. يعني صراحة أنت لو تتكلم على تشكيلة الاتحاد اللي شايفينها في الفترة الماضية، تقريبا عندك 7 أو 8 لاعبين يتشاركوا في 2004 و2005. يعني إذا تتكلم على مبروك، على رضا توكر، أسامة نور، أسامة المنتشري، مشعل السعيد، كريري، محمد نور، تقريبا بالإضافة للأربعة الأجانب، هذا يعتبر فريق كامل. فالخبرة هي في صالح الاتحاد طبعا، مو شرط يعني، في الأخير برضو الأهلي مجموعته في استقرار، هو الميزة القوية في الفريقين إنه عندهم استقرار فني. المدربين من الموسم الماضي موجودين، عارفين بعض. يعني مدرب الاتحاد عارف الأهلي بشكل قوي، لعب ضد مباراتين، مدرب الأهلي عارف الاتحاد بشكل ولعب ضد أكثر من مباراة. فهذه الأمور الفنية داخل الملعب أحيانا في مباريات حساسة ما تحتاجها. أنت هنا تحتاج الروح، تحتاج المجهود البدني. يعني الفريق اللي حيجري داخل الملعب ويكون مجهوده البدني أقوى ويكون ضغوط الجماهير، يعني بصراحة الجماهير أحيانا يكون لها وضع سلبي وإيجابي. نعم. دائما لما الفريق يكون بيلعب مع جماهيره بيكون وضعه الفني كويس. بالعكس، أحيانا أنت من أول ربع ساعة 20 دقيقة ما تكون حاضر في المباراة، يبدأ الضغط الجماهيري يكون سلبي. فهذه النقطة دائما الاتحاد والأهلي أكيد حاسبين حسبتها. يعني كل فريق بيحاول يستفيد من العوامل كلها، سواء داخل الملعب. احيانا نسمع انه الفريقين يطلعوا اشاعات انه اللاعب الفلاني مصاب واللاعب، فهو كله من الحروب النفسيه. فتفاجأ انت داخل الملعب انه فلان ما هو لاعب، تلقاه اول واحد في التسخين. واحيانا حتى نوع من الدافع للجماهير، يعني احيانا اللاعب يحاول انه هو يستعطف جماهيره أو يقلقهم. صحيح. بشكل بسيط، يقول له عنده إصابة أو اللاعب يتعمد يخرج من التمرين. هي النواحي الفنية أعتقد انتهت من يومين أو ثلاثة، يعني تمرين اليوم أو تمرين بكرة ما أعتقد فيها شغل فني نهائي. يعني ما حيغير شيء، ما حيغير، بالعكس هو كله حيكون نوع من الراحة وتأهيل عضلات أكثر إنك. طيب. تجهز الفريق للمباراة. موضوع الخبرة أمير فهد مقلق لكم؟ لا بإذن الله ما هو مقلق. كون آسيا أبدا الاتحاد متمرس فيها. لا لا. الأهلي هو ما في شك، انت لما تيجي تاخذها على الورق مثل ما قال الكابتن حمزه، على الورق نعم في 7 لاعبين من الاتحاد لعبوا اخر بطوله حققها نادي سعودي اللي هي 2005 ولا كم غلطان، لكن ايضا هالمجموعه غابت عن البطولات الى المحليه فترات. في المقابل الاهلي كان قريب من البطولات المحليه وعاد بصوره الى البطولات الى بطوله اسيا. أنا ما أتوقع أنه ممكن يكون لها تأثير كبير في المباراة قد ما يكون أنه ربما تعطيهم تعطي للاعبين الاتحاد دافع أنه يعني على قولة الأخوان في الاتحاد أن هذه بطولتنا احنا نعرفها وهي تعرفنا.
لكن هذه في المقابل يعني ممكن انها تكون مؤثره نوعا ما عليهم ونستغلها احنا في النادي الاهلي. انا عندي ثقه كامله في لاعبين النادي الاهلي انهم قادرين باذن الله على اسعاد جماهيرهم، وهذا ليس تقليل بنادي الاتحاد، بالعكس انا قلتها انه نادي الاتحاد اخر نادي سعودي حقق البطوله ونادي منافس، لو ما كان الاتحاد يعني في قوته وعنفوانه ما وصل الى السيمي فاينل، ومرشح ايضا يعني النهائي انه يكسبه في حال تجاوز مباراه الاهلي اللي ما اتمناها طبعا. لكن انه في الاخير انه انا بالنسبه لي اتوقع انه كل هالكلام حينتهي مع صافره الحكم البدايه، مع بدايه المباراه حيبين من الفريق اللي جاهز للمباراه، مهما تحدثنا الان او مهما يعني هي توقعات وتحليل اجواء عامه، لكن ما ممكن تصيب وممكن تخيب، ما يحدث داخل المستطيل الاخضر هذا اللي لا يمكن لاحد يتوقعه ابدا. صحيح، لك تعليق في هذا يا مهندس؟ والله لا انا اتفق مع الامير فهد واقول انه الكلام ده يعني صحيح 100%. الخبره اللي عندنا صحيح عندنا خبره، ولكن لاحظ انه كمان في النادي الاهلي استقرار اداري واستقرار فني، واهم من ذلك استقرار مالي، يعني هذا مهم جدا. هذا تعاني منه مهندس انت؟ ما عليه، بعاني منه لكن والله وبعاني منه مو فعلي انا ولا فعل الاداره الحاليه، يعني جات كذا طبت علينا مساله مرهقه هذه. الحمد لله. انا بسالك عن هذا الجانب بس في محور اخر، عن كيف كنت تشوف الوسط الرياضي وكيف وانت داخل الوسط الرياضي ومعمعته. اتمنى يقول لك الكلام اللي قال لي اياه في السياره. لا لازم يقول. انا والله شوف انا دخلت الوسط الرياضي بغرض نبيل، بغرض نبيل جدا، انه ابغى اغرس قدر المستطاع، اقارن نفسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ما اقدر، انما اخذه كاسوه حسنه وقدوه. نعم. انه تبني في الشباب عندك الاخلاق والقيم، والاخلاق والقيم ما ابنيها في الكبار، تبنى من الصغار وانت طالع، والكبار ان شاء الله عندهم الاخلاق اللي تبنوها الى الان. نعم. في دراسه علميه تقول انه 85% من القيم تغرس من الولاده الى 10 سنين، باقي عمر الشخص 15%، فبالتالي اذا غرست في القيم الجيده في هذا السن والله لو رميته في اي بحر يسبح، ولو غرست في القيم السيئه في هذا السن مهما نزلت عليه يعني من دراسات قيمه ما راح ينفع، فبالتالي هذا الغرض النبيل اللي دخلت فيه بصراحه. ولكن وجدت انه النادي او النوادي كلها السعوديه واجهتها كره القدم، شايف؟ وعلى فكره هذه نوادي العالم كلها واجهتها كره القدم، ولابد انك تستقر في كره القدم عشان تدخل من البوابه دي على الغرض النبيل اللي تبغى تسويه. فهذا يعني ما اقول لك كره القدم احد الدواعم لانك تستقر النادي، وعلى اساس تمسك الالعاب الاخرى والفئات السنيه بحيث وتديهم البيئه المناسبه من ملاعب، من معسكرات، من جهاز تدريب، من مربيين، قبل ما اقول مدربين، مربيين يعرفوا يربي. انا اتمنى يوم من الايام انه الاب يجي يسيب طفله في النادي ويروح بيته ومطمئن على ابنه وامن على هذا وامن على الكلام ده. اتمنى هذه يمكن ما اشوفها في حياتي الله اعلم، ولكن اتمنى انه نوصل للكلام ده، لانه الكلام ده انا اعتقد هو اللي حيربي النشء والاخلاق اللي نبغاها كل الجمهور السنة. هذا هدف نبيل، هو نفس الكلام اللي قاله ولا في غيره؟ لا هو نفسه. طيب.